وننتظر المزيد ان شاء الله، ننتظر المزيد يا عمر من لاعبتنا ان شاء الله في بطولات اوروبا. لكن بصراحه احييك واحيي طبعا فريق الاعداد على الماتيريال اللي جايبينه. يعني شفت اول مره بصراحه نشوف مجدي طلبه وكابتن حسام في باوك، ده كان مباراه باوك مع اشبيليا، اشبيليا الاسباني بالظبط في فيرست راوند بقى في يويفا كاب، وده كان اول ظهور في تاريخ المصريين في البطوله دي. يعني اول مشاركه مصريه في تاريخ اليويفا كاب كانت مع باوك اليوناني، كان موجود هناك كابتن مجدي طلبه بالاقدميه في الوصول لباوك، يعني هو راح قبل كاس العالم بموسم، والتوأم كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن كانوا موجودين معاه في الموسم ده. يمكن كابتن حسام حسن ما كانش محظوظ لانه ما شاركش في اول سنه معاهم، كان عنده اصابه. اللي شارك في المباراه دي كان كابتن مجدي طلبه وكابتن ابراهيم حسن. يمكن المباراه دي كانت قدام اشبيليا في اسبانيا. يعني ابراهيم حسن لعب، ده كان يويفا كاب قبل كابتن حسام بالظبط، قبله موسم. طب كويس برضه عشان في واقعه كده هحكي لك عليها يمكن تبرد نار شويه.